السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت بهذا الكيفية تاع الرشطة، كيفية تقليدية جزائرية 100% اللي دات المرتبة الثالثة، أظن المرتبة الثالثة في التصنيف العالمي. ان شاء الله اليوم نشوفوا الطريقه هذه خطوه بخطوه، وان شاء الله تعجبكم الطريقه، ومشاهده طيبه. جبت كيلو رشته من رقيقه، هذيك الرشته اللي تكون رقيقه هي اللي تجيب بزاف بنينه وتجي مليحة. فتحتها مليح مليح كيما راكي تشاهدي اختي المشاهدة، فتحتها مليح مليح وخليتها على جنب، ورحت مباشرة للمرقة. عندي هنايا طرف تاع الدجاج، انا درت افخاد تاع الدجاج، راح ندير لهم توابل كركم فلفل الكحل سكنجبير الملح، درت تابلو كروية والقرفة، درت لهم مليح مليح واسيت لهم هذوك التوابل باش يدخلوا في الدجاج. ماذا بيك هاد العملية ديريها مقبل بزو سوايع ولا. درت الزيت في مرميطة، حمرت هذاك الدجاج مليح مليح من كل جوانب، درت النار قوية هنا حتى يتحمر مليح مليح الدجاج. من بعد حمرت كامل الدجاج هذا من كل الجوانب، ودرت بالوقت الماء يسخن يغلي باش نرقدوه. بعد ما حمر الدجاج هكذا كيما راكي تشاهدي، ضفت حبه بصل كبيره ولا زوج صغار مقطعه رقيقه، يحب البصل المرقه تاع الرشته تحب بزاف البصل. خليت البصل هذا كيدبل ووليت للرشته، درت لها كميه تاع زيت وراني ندهن في الرشته بالزيت، ودرت القدره تاع الماء تسخن. الزيت كديري في الرشته باش ما يلصقش في القدره. من بعد ما ذبل البصل درت مغرفة كبيرة معمرة تاع فرينة، هاد الفرينة المرقة تولي خاثرة وعقدة. درت شطبة تاع لوتا زعترة مدبنة للمرقة، وراني نحرك مليح مليح. بعد ما هذاك الفرينة دخلت فكامل في الدجاج، مرقت مرقة ديري بزيادة باش تسقي بها الرشطة، ونحركت مليح مليح وخليتها طيب، غطيتها وخليتها طيب عقلها حتى يطيب هذاك الدجاج. الرشطة شديتها درتها في الكسكاس، فورتها، درتها تفور مدة 10 دقائق هكذاك المرة الأولى، غطيتها باش تفور مليح بالخف. أنا بعد ما فارت المرة الأولى جبت الماء ودرت له مغرفة تاع ملح، حركت مليح مليح ما بارد من العين، وبديت نشمخ في الرشتة تاعي نشرب فيها، وراني هكذا نشرب فيها ونفتح في الرشتة باش ما تتعجنش بالفرشيطة هكذا، ونزيد نشرب حتى نشوفها باللي ما خصهاش الماء، شربت مليح. نخليها ترتاح مدة حتى تتشرب كامل هذاك الماء، ونزدت فورتها المرة الثانية وشدت باللي خصها، زدت فورتها المرة الثالثة، ولكن ما خصهاش زوج مرات تكفي. فورتها المرة الثانية، من بعد شفت المرقة الدجاج طاب، نحيته. لا فيديو راحت لي كي نحيت الدجاج،
جبت هاد الخضره، انا درت القرعه وزروديه، هي تندار غير باللفت ولا، انا درت القرعه وزروديه وخليتها تطيب، والحميصه كنت درتها كانت طايبه من قبل، يتسمى درتها غير شربت شويه تاع مرقه ونحيتها. هنا بعد ما فارت الرشطه درت لها كميه تاع الزبده وراني نخلط فيها، دهنتها مليح مليح بالزبده. من بعد بديت نزوق فيها، حطيت الدجاج من الفوق، حطيت الخضره قاع في الطرف كامل الخضره، زروديه اللي هي زروديه واللفت خليتهم هكذا، قطعتهم بهذه الطريقه. من بعد زوقت بالحميصه ومرقت بالمرقه، جات رشته بنينه ما شاء الله، شاهدكم في الجنه. ان شاء الله عجبتكم هذه الطريقه وتعملوها وتنجحوا فيها، والى اللقاء، مع السلامه.